اهلا وسهلا بكم متابعينا بحلقتنا الاولى، وباذن الله راح تكون مميزه. اليوم ببرنامجنا راح نسمع زئير الفي 8 بسياره جميله بل ومرعبه ومعدله ومهيئه رياضه الدريفت. تعالوا ويانا نشوف شكلها. بعد هذا الأداء الرهيب راح نعرف قصة هاي السيارة من صاحبها. خليكم ويانا. علي مظلوم الملقب بأليكس درفتر، أهلا وسهلا بيك ببرنامجنا. أهلا وسهلا بيك وشرفتونا بالبرنامج مالتكم. أريد شوية تحكي لنا عن نفسك وعن وضعك وعن سيارتك هاي. أنا شاب مولود كبران ودارس خارج العراق. لما كنت صغير كنت أحب السرعة وأحب العلو. فأول ما بديت بحياتي بالكارتينج. ممكن توضح لنا شنو الكارتينج يعني المتابع؟ أكيد. كارتينج هو عبارة عن بواري مات حديد ملحومات، مسوي ما عنده كادر فريم شاصي. فهذا الفريم الشاصي يخلون عليه مكينة، وأكو حلبة خاصة اللي تتسابق بيها. فما لما رحت سويت كارتينج شفت انه لطيفة اللوفات. لما ناخذ اللوفة بالكارتينج، هي الكارتينج اسرع شيء، ممنوع تسوي تفحيط بها، بيسموه بالعربي هو الدريفت، فممنوع تسوي بها الدريفت. فبس باللوفة لما اسوي دريفت شفت فشي رائع لطيف، فرحت بحثت عن هذا الشيء. فشفت انه اكو ثاري عالم اللي اسمه دريفت، بإداءات وبجوائز وبتجهيزات وماكينات وسيارات. فحورت من الكارتينج الى السيارات العاديه، وبعدين هاي السياره العاديه لازم تشتريها تحول ماكينتها. زين، قبل ما اخذت هاي السياره اريد نعرف شو السيارات اللي كانت عندك. بما انه تحب السيارات اكيد مجموعه السيارات كانت عندك تغيرتهن او عندك بقن، اريد نعرف انواع هاي السيارات. نعم. اول ما بديت كان عندي بيئه مثل هاي بلجيكا باوروبا، انه انا مولود كبران ودارس باوروبا، فكان عندي بيئه مثل هاي. همين غيرت الماكينه وغيرت السسبنشن اللي هي الدبلات، غيرت الجير وغيرت كل شيء، بس ما كفت. رحت اريد اكثر قوه حصانيه واكثر اداء والتفحيط اطول. فرحت دورت على سياره اللي اسمها نيسان جي تي ار، ولا زال عندي نيسان جي تي ار بلاك اديشن 2011، وهمين مزود عليها صايرة 850 حصان بها. هو الستوك مالتها 8 سلندر دبل توربو 480 حصان. أنا حورت عليها سويتها 850 حصان. هاي لما تسوي بها دريفت تقدر تسوي كونتينيو دريفت، يعني الأبعد الحدود. ما شاء الله، وهاي السيارة هسوين يعني. طبعا أنا مشوق أشوف هي السيارات صراحة، يعني خاصة بهيج قوة حصانية 800، يعني هالشيء يعني خرافي. أكيد، بس تعرف الظروف ما سمحت لي، أنه أنا جيت العراق يعني انه عندي هواي شغل، فيعني العمل مالتي جبرني انه اجي العراق. فاجيت العراق، هاي السياره مو انه اجيبها العراق. اول شيء الشوارع مكسره، ثاني شيء الحلبات ماكوش الرياضيه،
وثالث شيء انه البنزين مي يعني يكسر الماكينه مالتها. زين اول يعني تجربه لك نقول مثلا بحلبه دريفت وشو كنت قبل ايش قد يعني وشنو نوع السياره اللي سويت بها اول مره لو هي هاي نفسها؟ اول مره سويتها كان عمري 16 سنه قبل 16 سنه انا عمري 32 يعني 16 32. كان عندي بيئه مثل هاي اي 36 اشتريتها ببلجيكا وحورتها وغليت لغير ماكينه بس مثل ما قلت لك بعد تعودت عليها فكنت اريد فشي اسرع واقوى و... زين هاي بالنسبه للبلجيكا. زين بالعراق اول مره يعني مارست هاي الرياضه ونزلت بها بحلبه. نعم شو وقت يعني بالعراق؟ تعرف اول ما اجيت على مود عملي وبقيت بالعراق فاشتاقيت لمادتي الرياضه اللي هي الدريفت فرحت بحثت عن شباب تجمعات بالاتحاد الاولمبي رحت بحثت عن وين يسوون هذا الشيء وين اكو هيك شباب فلقيت مجموعه من شباب اللي هو كان بالمرسى الجادريه فحطوه فرحت لهم وسالت عنهم وسولفنا وصاروا اصدقائي هسه من اقرب اصدقائي اللي هم اصدقاء الدريفت فهمين اشتريت سياره وهمين جهزت بيها وغيرت الماكينه وهاي فصارت عندي سياره دريفت بالعراق. طبعا احنا نشكر حضورك اليوم برنامجنا في 8 وراح نعرف اكثر هذا الوحش هسه نتمعن بتفاصيل اكثر ونشكر حضورك كابتن علي ملقب بالكس درفتر. وانا اشكركم واريد ازيد معلومه واحده اكيد ارجو الشعب العراقي انه ما يشوفون هدول الناس اللي يسوون دريفت انه هدول مو خوش ناس، هذا بيها الدكتور وبيه المهندس وبيه الموظف بس هي هاي رياضه كالرياضه العاديه يعني كل رياضة فبس نعم مع الأسف أنه أكو ناس يمارسون هاي الرياضة بالشارع العام. أكو نحن عندنا حلبات مو مثل حلبات الخارج بس أكو حلبات بالعراق اللي تقدر تروح تسوي تمارس بها هاي الرياضة. ملاحظة حلوة منك كابتن وأهلا وسهلا بيك. أنا أشكركم شكرا مالتكم البرنامج اللطيف. ومثل ما عرفنا هواي تفاصيل تخص الكابتن أليكس هسه راح نعرف تفاصيل أكثر تخص هاي السيارة. شوية نرجع بيها بالماضي إنه هي سيارة BMW E36 موديل 92 كان محركها 4 سلندر 1600 cc وهسه انضافت لها هواي أمور من ناحية المحرك ناحية اللون السيارة والويل هواي أشياء هسه راح نعرفها أكثر. ومثل ما نلاحظ لونها اخضر قرل طبعا هذا اللون كلش مميز للسياره وبيها ويل يجي 2 سايز من شركه بوربت يجي الاول 6 انج والثاني 8 انج يعطي طابع رياضي اكثر للسياره وطبعا السياره على عمومها مركب بيها كيت ام مركب طريقه كلش مميزه من الدعاميه الاماميه والخلفيه والدوسات والسبويلر الرياضي اللي على الصندوق والمري وطبعا السياره من الامام شيء ثاني مثل ما نشوف بيها اقفاله طبعا هاي تحافظ على البنيد بالسرعه العاليه واللايت والشباك الامامي والدعاميه مطي طابع وحشي للسياره ورياضي اكثر. ونشوف تفاصيل السياره من الخلف طبعا السبويلر الرياضي مركب بطريقه كلش مميزه والكاستم اكزوز اللي يعطي صوت رياضي اكثر للسياره وانضافت شغلات حلوه بالسياره بالصندوق اللي هو الامبليفاير اللي يعطي نظام صوتي رائع للسياره. وهسه راح نحكي على اهم تعديل بالسياره هو الوحش اللي موجود جوا المحرك الـ V8 تعالوا كلنا خلينا نشوفه. أهم التزويدات والتعديلات المحرك هو الجيب سيت أي شريحة التعديل اللي تعطي قوة 330 حصان يعني زيادة 10% بدون تغيير إذكر وتبديل أي قطعة. وهذا مثل ما تشوفون التعديلات المهمة مثل الشوتة الرياضية والستريت بار والكويل أوفرز حتى ينطي للسيارة قوة أكبر من العطفات وثبات أكبر عند الاستدارة. طبعا السيارة مزودة ومعدة للدريفت والدراج رغم امكانيتها سير في الشوارع العاديه وراقها الرسميه الكامله ولذلك هي مزوده باكسسوارات بل شيء اساسي لا تستغنى عنه اي سياره رياضيه وهو هذا الامبي فاير ومكبرات الصوت وهذه المتسعه خاصه للمنظومه الصوتيه حتى ما تسحب امبيريه عاليه من السياره.
ولأن السيارة عدة الدرفت فهي ذات أكسل مقفول حتى يوزع العزم بالتساوي بين العجلات حتى يكون الدرفت مضبوط. مزودة بهيدروليك هاند بريك ودبل فتش حتى تكون السيارة جاهزة للاستعراض بأقصى قوتها بدون خوف من فشل المكابح، ودبل فتش حتى يعطي توقف للعجلة الخلفية بقوة أكبر أثناء الدريفت. وطبعا السيارة من الداخل شيء ثاني، مثل ما تشوفون عندك هنا الكوشينات جلد طبيعي، وهاي القطع المصبوغة، ها مصبوغة بطريقة التخطيص، وعندك هنا العدادات رياضية، وهاي الأزرار هنا تشبه الطيارة المقاتلة، أزرار الطيارات المقاتلة، هو واحد للنظام الصوتي والثاني المروحة والثالثة للتفحيط الأوتوماتيكي للبرن أوت. نتمنى تكونوا استمتعتم ويانا بحلقتنا، وانتظرونا بحلقتنا الجاية، ولا تنسون تسوون لايك وشير وسبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على الفيسبوك. مع السلامة. صوت شيء ثاني للسيارة، تركيبة كلش راقي، وهواية لحيت بهذا الحكي، وبيش القفلة، وين القفلة، ميت ميت. يلا عيد. طبعا ندقق بتفاصيل السيارة من الخلف، ومثل ما ها شو طب شفت هيك اللي هو الوحش الموجود جوا، المحرك V8. تعالوا خلينا نشوفه. هذا وين مكلب حاطها بالعكس. قفلة درفت جميلة بل وهي مرعبة. عيد ذبانك ندقق بتفاصيل. ها ما ادري ايش بيده يكلم. ندقق بتفاصيل السيارة من الخلف اكثر. سبويلر للرياضي.